أم أشرف اللي استقبلتنا بحرارة، وخلونا نشوف سوا شو كانت محضرالنا. شب ملات ونية إربد، إحنا اليوم محطتنا في مدينة إربد وتحديدا في منطقة الحصن عند أم أشرف. أم أشرف كيف حالك؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم إحنا كنا ضيوف عندك. أهلا وسهلا فيكم. احكي لي عن إربد ومدينة الحصن. إربد طبعا عروس الشمال زي ما الكل بيعرف، ومنطقة سهلة وحلوة وبتمتاز بطبيعتها الخلابة، ويعني جوها كتير حلو ورائع. أم أشرف كمان إحنا إجينا عندك وعملنا الأكل الشعبية اللي بتمتاز فيها منطقة إربد واللي هي التشاتشيل. نعم. اللي حكيتي لي عنها. أيوة. في ناس بيحكوا عنها تشاتشيل وفي ناس بيحكوا عنها كعكيل أو جعجيل. جعجيل. وكمان مسوي لنا الكبة والفتوش. سلطة. سلطة أو فتوش. طيب خلينا نحكي، شو رأيك بالبداية؟ أنت مجهزة لنا الشعاتشيل، شو رأيك نحكي عنها؟ هي يعني مقاربة ل خلينا نحكي الششبرك ولا شيء مختلف؟ يعني مش، لا بتختلف عن الششبرك بمكوناتها، يعني هاي مكوناتها بتكون عبارة عن نبات اسمه الجعدي، وفيها معها بصل وبقدونس وكزبرة وطحين وزيت زيتون، يعني مكوناتها كلها مفيدة. وطبعا بنغلى لبن وبتسقط فيه وبتكون قريبة ساعتها، يعني الشكل العام بتهيأ لك انها قريبة من الششبرك. هو هذا لبن ولا جميد؟ لا لبن. لبن. طب شو رأيك تحكي لنا بالتفصيل عن طريقة تحضيرك لها؟ أول إشي بنعمل، بنفرم البصل بندبله، بعدين بنكون عاملين الجعدة سالقينها وزالينها، وبعدين بنفرمها وبنحط معاها بقدونس كزبرة، بندبلهم شوية على النار مع زيت زيتون، بعدين بنحط معاهم تاخذ حوالي من 15 ل 20 بيضه، يعني الكميه هاي 15 بيضه. وبالاضافه ل حوالي كوبين طحين قمح. يعني انت كيف بتعايري المقادير؟ يعني حسب الكميه؟ هلا انا يعني صارت الواحد يعني بالنظر، بس اول ما تعلمت لا طبعا كان بالمقادير، بس هلا الواحد لانه ايده ماخذه على هالشيء بالنظر يعني الكمية. بعدين وبعد ما نحضرهم بتصير قريبة من العجة. بعدين بنصير نسقط فيها، بنكون غاليين اللبن، بنصير نسقط فيها، بنعملها زي كور صغيرة وبتتسقط باللبن وبتغلى لمدة حوالي من ربع لثلث ساعة. وبعدين بتبقى جاهزة. مين علمك التشاتشيل؟ والله جيراني، أصحابنا، عارفنا، يعني لأنها يعني أكلة مشهورة فأكيد الواحد أكيد بده يعرفها. الوالدة ما علمتك التشاتشيل؟ الوالدة الله يذكرها بالخير علمتني إياها، بس مش على هاي الطريقة. شو هي الطريقة؟ على إدامها بتكون الطريقة القديمة. الطريقة القديمة بدون لبن. يعني كيف؟ بدون لبن، نفس المكونات بس بدون لبن، يعني بدون، يعني بتكون هي حبات عادية. حبات هيك بتكون مسقطة باللبن على إدامها، شوربة لحم بشوربة دجاج بس بدون لبن. بدون لبن. وكمان مسوية الكبة. هاي الكبة معروفة طبعا، عبارة عن برغل ولحمة بالقشرة بتكون، وبالإضافة للحمة وبصل وسنوبر بالحشوة، وبنكبكبها وبنقليها بالزيت. حكيتي بنكبكبها، يعني مش بتكونيش لحالك، بتكوني انت ومجموعة. ومين؟ انا ويعني بكون معي ثلاثة أربعة صاحباتنا شغالات معي بالمشروع المطعم البيتي، خواتي، أختي. يعني لأنها هي بدها أصلا يعني إيدين تشتغل فيها، تحسي بالمتعة لما يكون في جمعة، في جمعة ما بتشعري بالوقت وبتتسلي وبتطلعي إشي مرتب. طيب هلا انه يعني دائما الامهات بيعلموا البنات والبنات بيعلموا البنات اللي بعدهم. انت من علمتي يعني طبخ؟ انا تعلمت من امي.
هاي الاشياء هلا بنتي انا لساتها بالجامعه يعني لسه ما يعني ما وقفت معي بالمطبخ 100%، بس يعني عندها فكره عن المواضيع هاي، بس انها تعرف يعني لحالها لا، بس اكيد يعني الا ما تلقط شيء. في عندي مجموعه من البنات، في اختي كمان بتساعدني في مشروع المطعم البيتي، بتشتغل معي يعني انا بضيف لها هي بتضيف لي حسب يعني. طيب احكي لي كمان هلا الوالده شو علمتك اشياء غير هاي الاكلات؟ والله علمتني يعني اشي كتير كتير، المناسف، المقلوبه، المسخن، المكموره. هلا المكموره اكله كمان شعبيه لقربد، تحكي لنا عنها شوي. عباره عن عجين يكون طحين القمح فيه مع طحين الابيض، وبكون مع شومر، يانسون، إزحة، سمسم، وبنعجن وبرتق رقيق رقيق، وبصير يتطبق في الصينية، وبتكون معاكي بصل، كمية كبيرة من البصل مع دجاج مسحب، في ناس بحبوه بعظمه بس بتقطع صغير، وفي ناس بسحبوه تسحيب من العظم، وبصير ينحط طبقة عجين وفوقها طبقة بصل ودجاج، بكون مستوى شوية. وبكون يعني غني بزيت الزيتون، يعني بده كمية زيت زيتون كثيرة. طب زيت الزيتون برأيك مفيد ولا مضر أكثر؟ أكيد مفيد. مفيد، ليش أكيد مفيد حسب رأيك؟ بتوقع لأنه طبيعي؟ طبيعي، وهاي كمية الحموضة فيه بتكون أقل من باقي انواع الزيوت الثانيه. ام اشرف احكي لي كمان شو الاشياء اللي انت ما بتشتريها من السوق وبتحضريها عندك في البيت؟ والله يعني بحكم المطعم البيتي انا صرت بحاول يعني قدر الامكان اني اكون انسانه منتجه مش مستهلكه. بحاول مثلا من حديقه المنزل الفواكه بعمل منها مربيات، بعمل منها عصاير، بنعمل منها حلويات، يعني هيك في الأعشاب زي إكليل الجبل، زي المرمية إكليل الجبل لا مثلا حالات المغص، لا بنحط كمان مع الأكل منكه مع اللحمة، نكهته طيبة كتير. يعني علاجي وغذائي. عم تستخدمي كل شيء من حديقة؟ من الحديقة، بحاول قدر الامكان. وطيب خلينا نحكي الجبنة اللبنة، انت بتسويها ولا لساتك بتعتمدي على السوق؟ لا والله معظم الاوقات انا بسويها. يعني شو هاي طريقة اللبنة كيف تعمليها؟ اللبنة طبعا بتشتري حليب الغنم بتعملي لبن، وبعد ما يصير لبن بنحطه في خريطة، ويوم يومين حسب يعني جمادة اللبن قديش بدك اياها جامده، وبعدين بنحط في علب وبنحط في الثلاجه وبتصير جاهزه.